عن في الجزء ده عن الترافيك فلترنج والفورواردنج باس كنترول. بيكلمك هنا طبعا بيقول لك تراديشنالي الديفايسز بتسيرش على الايه في الراوتنج تيبلز بتاعتها بيزد على الديستنيشن ادرس. ده الطبيعي بتاعنا اللي احنا عشان نفورورد الايه الداتا بتاعتنا يبقى احنا بنسيرش على الديستنيشن ونبص في الراوتنج تيبل علشان نشوف هل الديستنيشن ده موجود فعلا والروت موجود عندي وفاليد ولا مش موجود. طبعا بيقول هنا مع التطور الهائل للايه للسيرفيسز بالاضافه للايه ان التراديشنال مودز اللي موجوده دي ادت الايه لليوزرز محتاجين ان هم يعملوا فورورد الايه للباكت وفي نفس الوقت اللي هم يختاروا مسارات معينه من خلال كاستمايزد ايه بوليسز. يعني احنا عاوزين بدل ما نعتمد على الراوتنج تيبل فاحنا ممكن نعمل كاستمايز ايه بوليسي تسمح لنا ان احنا نعدي من مسار معين. ليه؟ لان طبعا في سيرفيسز موجوده كتير فانا ممكن اقول السيرفيس ايه تعدي من المسار الفلاني والسيرفيس بي تعدي من مسار تاني. يعني انا هنا ما ديبند على الايه على الراوتنج تيبل ما بعملش ديبندنس على الايه على الراوتنج تيبل بتاعي. ده انا ممكن اغير في الايه في الراوتنج البوليسي اللي موجوده واعمل انا بوليسي خاصه ايه خاصه بي. طبعا مع حته الايه اللي احنا عاوزين نعمل امبروف للنتورك ايه سكيورتي فاحنا محتاجين ان احنا نعمل كنترول على الباكت ونعمل ايزوليت للان اوثورايزد باكتس اللي موجوده. ففي الحاله دي احنا هندور على الترافيك ايه على الفلتر بتاع الايه الترافيك او هبتدي ان انا اعمل ترافيك فلترنج زي الاكسس ليست بتاعتنا. يعني انا ممكن استخدم في الايه في الكامبس بتاعي او في النتورك بتاعتي ترافيك فلترنج علشان ان انا اعمل كنترول على الباكتس واعمل ايزوليت للان اوثورايزد ايه باكتس اللي موجوده علشان ان انا امنع الايه السكيورتي ريسكس اللي تبقى موجوده على الايه على النتورك بتاعتي. فهنا طبعا في التشابتر ده هنتكلم عن الترافيك فلترنج ايه تكنولوجي وعلى البوليسي بيزد راوتنج وهنتكلم عن الموديولر كواليتي اوف سيرفيس كوماند لاين انترفيس اللي هي الام كيو سي علشان نعمل كنترول للباكت فورواردنج في الباسز والايه ونعمل فلتر للايه للترافيك. يعني هنقفل الايه ان شاء الله مع بعض الايه الجزء بتاع الراوتنج من خلال الايه التشابتر ده. بعد ما نخلص ان شاء الله التشابتر هيبقى بالنسبه لك هتقدر تتعلم او تشوف وتعرف يعني ايه بوليسي بيزد راوتنج ويعني ايه الابلكيشنز سيناريوز اللي ممكن تطبق الايه البوليسي بيزد راوتنج وهنعرف الايه الكلاسيفيكيشن بتاع البوليسي بيزد راوتنج وازاي نكونفيجر البوليسي بيزد راوتنج على الايه على اللي هو الموديولر كواليتي اوف سيرفيس تمام مود اللي هو الام كيو سي وهنعرف برضو مع بعض ازاي نفلتر الباكتس في الايه في الام كيو سي مود. الحاجات دي كلها ان شاء الله ايه هنعرفها مع بعض من خلال التشابتر ده. اول حاجه هنتكلم عن البوليسي بيزد راوت. بيقول لك هنا التكنيكال باك جراوند لو انت بصيت على التوبولوجي اللي موجوده قدامك فانت هنا في عندك نتورك سيجمنت 1 وسيجمنت ايه وسيجمنت 2 وانت هنا واصل على 2 اي اس بي اي اس بي 1 واي اس بي 2 لكن انت هنا محتاج ان اليوزرز بتاعتك او السيرفيسز محتاجه اللي هي تعمل ايه فورواردنج للداتا من خلال سبيسيفيك باص من خلال باص معين تمام. ففي الحاله دي انت مش هتقدر تتعامل مع الراوتنج الايه الطبيعي اللي هو من خلال الراوتنج انفورميشن بيس فانت في عندك مسار هت ايه هتعدي من خلاله لان انت عاوز تكستمايز الايه الباص بتاعك. يبقى انت في الحاله دي اوريدي محتاج ان انت تلغي الراوتنج انفورميشن بيز اللي موجوده وتكستمايز انت حاجه على ايه على مزاجك اللي انت تقول مثلا نتورك سيجمنت 1 هتمشي من خلال الاي اس بي هتتعامل مع الاي اس بي 1 والنتورك سيجمنت 2 هتتعامل مع الايه مع الاي اس بي 2. طبعا التراديشنال راوتنج ايه تكنولوجيز ما تقدرش تتعامل بالايه بالمبدا ده. انت بيبقى عندك فاليد واوبتيمال باس موجود على الاجريس راوتر بيبتدي يعمل لك فورورد الايه للداتا ديبند على الديستنيشن اللي انت رايح له. يعني لو انا عندي اللي انا عشان افورورد للديستنيشن مثلا لو انا رايح للفيسبوك وعندي الراوتر اللي هو الاجريس بيقول لي هتمشي من الاي اس بي 1 ففي الحاله دي كل الناس هتمشي منين؟ من الاي اس بي 1. لكن لو انت حابب ان انت تكستمايز الكلام ده مين اللي يقدر يسبورت معاك الكونسبت ده؟ قال لك اللي هيسبورت معاك الكونسبت ده هو البوليسي بيزد راوت. البوليسي بيزد راوتنج بتاعنا بيخلي لك النتورك ديفايس اللي هو يفورورد الداتا بتاعته مش من خلال فقط الايه الديستنيشن اي بي ادرس
لا ده كمان بيضيف لك مجموعه من الاليمنتس زي ايه؟ قال لك زي السورس اي بي والسورس ماك والديستنيشن ماك والسورس بورت والديستنيشن بورت والفي لان اي دي. وخلي بالك من الاليمنتس دي هتيجي سؤال في الامتحان. يعني اصبح حته الايه؟ الفورواردنج للداتا مش مبنيه على الديستنيشن اي بي ادرس بس، لا ده انت ممكن تضيف بعض الاليمنتس زي ايه؟ قال لك اللي انت ممكن تقول لو السورس الفلاني يبقى انا هبعت من المكان الفلاني، لو السورس ماك الفلاني هبتدي اللي انا ايه اغير في الايه في البوليسز بتاعت الايه الراوتنج بتاعتي. يعني ده كده سؤال بيجي في الايه في الامتحان اللي هو يقول لك ايه الاليمنتس اللي من خلالها البوليسي بيزد راوتنج بتتعامل. هتبتدي تقول له زي السورس اي بي، هيجي سؤال مالتيبل تشويس والسورس ماك والديستنيشن ماك والايه والسورس بورت والديستنيشن بورت والايه والفي لان اي دي. يعني ايه برضه؟ يعني انت ممكن تتحكم في توبولوجي زي اللي قدامك دي كده، تقول لو الترافيك بتاعك جاي من خلال النتورك دي هيطلع منين؟ من المكان الفلاني. يعني انت اللي ايه اللي هتحكمه في الايه في اللي هو يطلع منين، مش هيدبند على الراوتنج تيبل. يعني حته الراوتنج تيبل يقول لك عشان تروح للشبكه، يعني في المثال ده هو هنا عاكس الايه الكونسبت. يعني الترافيك جاي لك منين؟ من نتورك داخل على الار تي اي، على رايح لمين؟ ل 192 168 1 0. عشان تروح للشبكه 192 168 1 0 عندك طريقين، لا اما هتروح من خلال 13 2 لا اما من خلال 12 كام؟ 12 2. فقال لك في الراوتنج تيبل مكتوب عندك اللي انت هتروح للنكست هوب اللي هو كام؟ 10 0 كام؟ 12 2. معنى كده اللي انت هتعدي على ار تي سي عشان تروح للايه؟ للديستنيشن. لكن لو انت هنا عامل ابلاي لبوليسي بيزد راوتنج ممكن تغير الايه الكلام ده كله من خلال البوليسي ايه بيزد راوتنج ايه تكنيك بتاعك. لو انت عامل ابلاي على البوليسي بيزد على الانترفيس ده والترافيك داخل هيبتدي ماتش مع انت رايح فين بالظبط، تمام؟ هيقول لك انا رايح ل 192 168 1 0. هتبتدي تقول له لو انت رايح هناك هتروح للنكست هوب بدل اللي هو 10 0 12 2 ده انت هتروح لكام؟ ل 10 0 13 2. الطبيعي كان هيعدي من على الار تي بي ده الايه ده في الراوتنج ايه تيبل، لكن لما طبقت البوليسي بيزد راوتنج انت هتخليه يعدي منين؟ من الايه الار تي سي. بيقول لك هنا انت طبعا باستخدام الايه الاكسس ليست هتقدر تماتش الايه الباكتس بتاعتنا، واحنا عارفين الماتشنج ايه تولز، ومن خلال اللي انت هتديبلوي البوليسي بيزد بناء على ايه على الاكسس ليست اللي موجود. طب لو البوليسي بيزد بتاعتك راوتنج ديبلويد على الديفايس، يعني اوريدي اللي انت عملت لها امبلمنتيشن على الديفايس وعملت ماتش مع الايه مع الباكت، ايه الحاجه اللي البرايوريتي بتاعتها اعلى؟ هل هيتعامل بالريب او الراوتنج انفورميشن بيز ولا هيتعامل بالبوليسي بيزد راوتنج بوليسي اللي انت عاملها؟ قال لك لا هيتعامل بمين الاولويه لمين؟ قال لك للبوليسي بيزد ايه تكنيك عنده هاير برايوريتي عن الترديشنال اي بي راوتنج تيبل. معنى كلامك ده اللي انت هتلغي في الحاله دي الايه الراوتنج تيبل او الراوتنج انفورميشن اللي موجوده عندك، وهتبتدي اللي انت تكستمايز الباص بتاعك زي ما انت عاوز، زي ما احنا شايفين في الايه في المثال ده. يبقى البوليسي بيزد راوتنج بدا اللي هو يفكر بكونسبت تاني اللي انت هنا بتقدر تتعامل او تخلي الترافيك بتاعك يمشي من المسار اللي انت ايه اللي انت عاوزه ديبند على مجموعه من الاليمنتس سورس اي بي سورس ماك ديستنيشن ماك سورس بورت ديستنيشن بورت في لان اي دي، وتختلف السيناريوز اللي موجوده عندك الايه في النتورك بتاعتك حسب ما انت ايه ما انت عاوز تكونفيجر. هتبتدي تتعامل مع الاليمنتس الايه اللي موجوده عندك. خلي بالك الحاجات دي بتكون اسئله في الايه في الامتحان. يعني السلايد اللي انت شايفها دي بيجي عليها ثلاث اربع ايه اسئله، يقول لك لو انت عامل ابلاي للبوليسي بيزد راوتنج هل انت في الحاله دي هتمشي بالمسار اللي موجود في الراوتنج تيبل ولا هتمشي بالمسار بتاع البوليسي بيزد؟ قال لك لا يبقى انا همشي بالمسار بتاع الايه بتاع البوليسي بيزد. كل كلمه انا بقولها لك بتيجي عليها اسئله في الايه في الامتحان، وانت طبعا لاحظت الكلام ده في الايه في الموك اكزام اللي انت دخلته. بيقول لك هنا في البوليسي بيزد راوتنج بتاعتك ايه الاستراكشر؟ قال لك ده هيها نفس الفكره بتاعه الروت بوليسي. حد فاكر الروت بوليسي كانت عباره عن ايه؟ قال لك ده هو نفس المبدا. نفس المبدا ازاي؟ يعني هما الروت بوليسي والبوليسي بيزد راوتنج بوليسي هما الاثنين بيتكونوا من مجموعه من الايه من النودز.
النودز ما بينهم وما بين بعضهم كنا بنتعامل من خلال ايه؟ قال لك الاور تمام، وما بين الكونديشنال ستيتمنتس اللي موجوده بالايه بالاند، زي ما انا معلم لك على الايه على الجزء ده. يبقى احنا هنا زي ما انت شايف هنا نفس الفكر بتاع الايه الروت بوليسي، اللي انت بتقول بوليسي بيزد روت وبتديها الاسم بتاعها ويقول لك النود رقم كذا تمام. هتبتدي اللي انت تماتش الكونديشنال ايه ستيتمنتس. في حاله لو انت عملت ماتش مع كل الكلوزز او البنود اللي موجوده في الستيتمنتس اللي هي الكونديشنال بتاعتك، هتبتدي اللي انت تكسكيوت الايه الاكسكيوتابل ايه ستيتمنت وهكذا تمام. طبعا باي ديفولت زي ما انت عارف الايه لو ما عملتش ماتش يبقى انت في الحاله دي مع اي حاجه او مع اي نود من النودز اللي موجوده يبقى انت في الحاله دي بتعمل ايه دينار. ده الايه ده الفكر بتاع الايه البوليسي بيزد راوتينج بوليسي اللي هي اسمها بي بي ار بوليسي. زي ما انت شايف هنا بيقول لك الكوماند بتاعها بقى السنتاكس او شكل الايه الكوماند لما تبتدي تعمل له كونفيجريشن، هتقول بوليسي بيزد روت تمام، بوليسي بيزد روت، الثانيه كانت روت بوليسي، اسم الايه البوليسي بيزد راوتينج بتاعتك، وهي بتعمل ايه بالظبط؟ بتبرمت للنود رقم الايه رقم النود اندكس بتاعتك اف ماتش مع الاكسس ليست. لو عملت ماتش مع الاكسس ليست يبقى انت في الحاله دي هتابلاي الاي بي ادرس نيكست هوب، هتغير النيكست هوب بدل ما كان في المثال اللي احنا شايفينه قبل كده اللي هو 12 2 هيبقى 13 كام؟ 13 2 علشان يبتدي اللي هو يعدي من الراوتر اللي هو ايه؟ اللي هو الار تي سي. خلي بالك من كل الحاجات اللي مكتوبه، يعني الحاجات كل سلايد بتتعرض عليك فهي بيجي عليها اسئله في الامتحان. علشان كده لازم تدرس الايه؟ المنهج بالتفصيل. علشان كل سلايد تمام بيجي عليها ايه؟ اسئله في الايه؟ في الامتحان. بيقول لك هنا طب ايه الفرق ما بين البوليسي بيزد راوتنج والروت بوليسي؟ اكيد السلايد دي جايه في الامتحان بنسبه 100%. ليه؟ لان سلايد فيها فهم، يعني انت دلوقتي اخدت تكنيك اسمه الروت بوليسي وعرفت اللي هو بيفلتر الايه الراوتنج انفورميشن وبيتعامل مع الراوتنج ايه انفورميشن، واخدت دلوقتي البوليسي بيزد راوتنج وعرفت اللي هي بتتعامل مع الداتا نفسها مع الباكت، يبقى الفرق ما بينهم واحد بيتعامل مع الراوتنج انفورميشن اللي هو يبتدي يعمل لها ايه يغير الاتريبيوتس اللي موجوده في الايه في الراوتنج انفورميشن اللي موجوده عندك عشان تفضل مسار عن مسار. هو كاتب لك وبيقول لك بيفلتر الراوتنج انفورميشن وفي نفس الوقت اللي هو بيست روت اتريبيوتس زي ما احنا قلنا ايه، لا اما بيعمل تاج بيغير كوست بيغير ميد بيغير اي حاجه موجوده في الايه في الايه في البروتوكول اللي موجود عندك او في الراوتنج ايه انفورميشن بتاعك عشان تعمل روت ايه كنترول. اما في البوليسي بيست راوتنج ده بيتعامل مع الداتا بتاعت او السيرفيسز اللي بتتبعت اللي هي الباكتس بتاعتك اللي هي الباكت الايه بتاعتك. فهنا في الحاله دي بيماتش الايه الباكت بناء على اكتر من ايه بيستخدم اكتر من طريقه تمام، وبعد كده بيبتدي يديسكارد الحاجات اللي هو ايه اللي هو مش عاوزها ويبتدي فورورد الحاجات اللي هو عاوزها من خلال سبيسيفيك ايه باس او سبيسيفايد ايه باس. ده الفرق ما بين، خلي بالك ده سؤال في الامتحان، يعني زي ما انت شايف كده الجدول ده بيجي عليه سؤال في الايه في الامتحان بتاعك. يقول لك الكلاسيفيكيشن وانت بتتعامل مع البوليسي بيزد راوتنج هتقدر تكونفيجر من خلال تو ميثودز او طريقتين. ايه الطريقه الاولى؟ قال لك الطريقه الاولى هتكونفيجر البوليسي بيزد راوتنج بتاعك على الايه على الانترفيس، يعني هتعمل ايه؟ قال لك هتيجي على الانترفيس زي ما انت شايف وهتكونفيجر الايه البوليسي بيزد ايه راوتنج بتاعك. باي ديفولت زي ما انت عارف اللي الايه الديفايس بتاعك بيفورورد الباكت بيزد على الايه النكست هوب اللي موجود في الايه في الراوتنج انفورميشن بيز. لكن لو انت في الحاله دي عملت كونفيجريشن على الانترفيس وطبقت البوليسي بيزد راوتنج يبقى في الحاله دي هيبتدي يبص على النكست هوب اللي سبيسيفايد في الايه في الانترفيس بوليسي بيزد ايه راوت. يعني لو انت دخلت على الانترفيس وطبقت البوليسي ايه البوليسي بيزد راوتنج يبقى انت في الحاله دي مش هيمشي وفقا للايه للراوتنج ايه للراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل بيقول ان انت هتمشي من هنا، لكن لو انت طبقت بوليسي بيزد راوتنج او فوروردنج يبقى انت في الحاله دي هت ايه هتمشي من المسار ده. يبقى اول تكنيك من خلال الانترفيس
بوليسي بيزد ايه راوتنج. طب تاني حاجه على مستوى الديفايس، قال لك على مستوى الديفايس هنا يبقى انت بتبص على الترافيك اللي هو الاوريجينيتد منين، او الباكتس اللي هي الاوريجينيتد منين من الديفايس نفسه، زي الباكت لينس مثلا. لو انت مثلا هنا هتقول الايه حسب الباكت لينس اللي طلعت من هنا هتماتش مع الباكت لينس، يبقى انت في الحاله دي هتمشي من الاتجاه ده مثلا. لو الباكت لينس كانت مثلا 1401 يبقى انت هتمشي من هنا، طب 1300 يبقى انت هتمشي من هنا. وطبعا في مثال ان شاء الله محضرينه مع بعض هنعمله لاب على الجزء بتاع اللوكال بوليسي بيزد راوتنج، لان اللي موجود في السلايدز هنا هو الانترفيس بوليسي بيزد راوتنج، فاحنا هناخد ده وهندرس حاجه مش موجوده في الايه في السلايدز، اللي احنا هنبتدي نعمل بوليسي بيزد راوتنج لوكالي على الديفايس. يعني الترافيك نفسه اوريجينيتد منين؟ من الديفايس. في الحاله دي انت بتبص على الحاجات اللوكالي على الديفايس زي الباكت لينس، وهو بيطلع الباكت بتاعته بتطلع بلينس فلان، في حاله لو هي كان اللينس بتاعها كذا كام بايت يبقى انت هتمشي من هنا، طب لو من رينج كذا لكذا يبقى انت هتمشي منين؟ من الاتجاه ده مثلا. يعني زي ما انت ماشي فين على الايه الراوتنج انفورميشن بيز بتاعك. يبقى هنا اللوكال بوليسي بيز راوتنج انيبلد جلوبالي على السيستم فيو، اما هنا على الانترفيس نفسه، تمام، على الايه الانترفيس زي ما انت شايف، وهنا على الايه السيستم فيو بتاعك. بيقول لك هنا الايه ابلكيشن سيناريو على البوليسي بيزد راوتنج. بيقول لك هنا في ترافيك جاي، الترافيك جاي منين؟ من الانترنت، فانت هتيجي على الكور سويتش وهتطبق بوليسي بيزد ايه راوتنج اكسكيوشن بوينت. في الحاله دي لا اما هتمشي الترافيك اللي هو ايه هتقول له لو حاله بدل ما يجي الترافيك يمشي على طول يروح للديستنيشن، ده انت هتوديه الاول يتعمل له سكيورتي ايه سكيورتي تشيك، وبعد ما يتعمل له سكيورتي تشيك هيرجع لمين؟ يروح للايه للديستنيشن. يعني في المسار الطبيعي اللي المفروض الترافيك هينزل على طول، يعني هيروح مباشره لمين؟ للايه لليوزرز الايه اللي موجودين. بس في الحاله دي انت هتعمل بوليسي بيسد راوتنج على الانترفيس ده، تقول له لو انت عملت ماتش مع الترافيك ده هتروح فين؟ هتروح على الفاير وول. مجرد لما يروح على الفاير وول بعد كده الفاير وول يقدر يوديك لمين؟ للايه للديستنيشن بتاعك مباشره، تمام. هيعتمد هنا على الراوتنج ايه انفورميشن بتاعته وهيوديك على الايه الديستنيشن مباشره. اما الراجل ده انت عامل عليه بوليسي بيزد ايه راوت. معنى كلامك هنا ان انت تقدر تطبق الكلام ده على الايه على السويتشز برضه، تمام. يعني معنى كلامك ان انت تقدر تطبق الكلام ده على الايه على السويتش. فبيقول لك هنا عشان ابروتكت الانترانت يبقى البوليسي بيزد راوتنج هتتفعل على اللير 3 انترفيس على الكور سويتش، علشان تفلق الايه الاكسترنال نتورك اللي هي تبتدي تخش على الفاير وول عشان تعمل سكيورتي ايه سكيورتي تشيك. بعد السكيورتي تشيك هيبتدي الترافيك ايه يتبعت للكور سويتش حسب الايه الراوتنج، وهيبتدي اللي هو يفورورد الايه الكلام ده لمين؟ للانترانت طبعا بيزد على الراوتنج ايه الراوتنج تيبل. بمعنى هنا البوليسي بيزد راوتنج كمان بتستخدم في الايه في السيناريوهات اللي زي دي، لو انت عاوز تغير المسار بتاع ترافيك معين لغرض ما زي ما انت شايف هنا الغرض الايه السكيورتي تشيك، يبقى انت تقدر ايه تستخدم البوليسي بيزد راوتنج. يبقى ده السيناريو رقم كام؟ رقم 1. السيناريو اللي قدامك الاكسترنال ايه يوزرز او الاكسترنال ترافيك داخل عليك او الاكسترانت ترافيك داخل عليك في الانترانت، فانت في الحاله دي بتغير المسار بتاعه على الفاير وول علشان السكيورتي تشيك، وبعد كده يبتدي يتبعت للايه للديستنيشن بتاعك. السيناريو رقم 2 زي ما انت شايف ربنا كرمك وايه واتعاملت مع 2 اي اس بي، يعني ما عندكش اي اس بي واحد، ده انت مأجر او عامل سبسكرايب اي اس بي 1 واي اس بي 2. ففي الحاله دي انت عندك اكتر من ديبارتمنت موجودين او اكتر من نتورك سيجمنت موجودين في الايه في النتورك بتاعتك. فبيقول لك في الحاله دي انت محتاج تكونفيجر بوليسي بيزد ايه راوتنج على الانترانت ايه انترفيس، يعني الترافيك هو طالع او داخل انباوند على الانترفيس بتاع الايه الراوتر بتاعك، بدل ما يمشي وفقا للراوتنج انفورميشن ده انت عاوزه يمشي وفقا لبوليسي معينه، بحيث ان الناس دي تطلع على الاي اس بي 2 والناس اللي هنا تطلع على الايه الاي اس بي 1.
يبقى انت من خلال اللي انت هتسبيسيفاي الايه ديفرنت نيكست هوب للايه لليوزرز اللي موجودين عندك. يعني بدل ما الراجل ده مجرد لما تلاقي الترافيك طالع من الايه من اليوزرز دول اللي هم باللون ايه اللي انت شايفهم قدامك دول، هتقول لهم الايه لو عملت ماتش هتخلي النيكست هوب اللي هو مين الاي بي بتاع الاي اس بي 2. لو انت عملت ماتش مع اليوزرز اللي موجودين على السيجمنت الثانيه دي هتعمل ايه النيكست هوب بتاعك هيكون الايه الاي اس بي 1. وطبعا المثال ده هنشرحه مع بعض دلوقتي بالايه بالتفصيل. بيقول لك هنا طب انت لو هتعمل كونفيجريشن ايه اللي هيجي في بالك؟ قال لك الكونفيجريشن بتاع الروت بوليسي، نفس الكلام اللي احنا قلناه. قال لك عشان تكونفيجر البوليسي بيزد روت اول حاجه بتخش على السيستم فيو وتبتدي تقول بوليسي بيزد روت وتدي له اسم البوليسي بتاعتك وتقول لا اما بيرمت لا اما ديناي وبعد كده النود بتاعتك ورقم الايه النود. بعد كده بتخش على الايه النود تبتدي اللي انت تعمل الكونديشنال ستيتمنتس بتاعتك. زي ما انت شايف هنا الكونديشنال ستيتمنتس في حاله لو انت هتشتغل على الانترفيس بتقول له مثلا اف ماتش مع الاكسس ليست. يعني عندك يا اما هتشتغل ماتش مع الاكسس ليست يا اما هتشتغل مع الباكت لينس اللي انا قلت لك هنعمل عليها لا. لو انت هتماتش مع الباكت لينس الفلانيه بالبين والماكس الفلاني هتمشي من خلال الايه؟ من خلال النكست هوب الفلاني وهكذا. يبقى هنا في حاله الباكت لينس ده ترافيك اوريجينيتد يعني طالع لوكالي. اما في الاكسس ليست انت في الحاله دي ممكن تتعامل بالبوليسي بيزد راوتنج على مستوى الايه؟ على مستوى الانترفيس. طب بيقول لك لو ما عملش ماتش مع اي حاجه قام في الايه؟ في البوليسي بيزد راوتنج يبقى انت ايه؟ في الحاله دي هيبص على الايه؟ على الاكسس ليست بتاعتك تو ماتش الاي بي ادرس اور ايه؟ اور كذا. تمام في الحاله دي يا اما هيبص على ده الايه؟ لا اما هيبص على الايه على الثاني. يعني بيقول لك هنا باي ديفولت نو ماتشنج ايه كونديشن از كونفيجرد للايه للبوليسي بيزد ايه راوت. تقدر ان انت في الحاله دي تكونفيجر الاكسس ليست عشان تماتش الايه الاي بي او اللي انت تعمل ايه سيت الايه اللينس عشان تماتش الايه الباكتس بتاعتك لان انت ما عملتش الايه ما عملتش الماتشنج كونديشن بتاعتك. يبقى انت تقدر تتعامل يا اما من خلال الاكسس ليست لا اما من خلال الباكت ايه الباكت لينس. بيقول لك هنا لو انت عاوز بعد كده طبقته ايه وعملت ماتش يبقى انت في الحاله دي محتاج الاكسكيوشن محتاج تنفذ. عملت ماتش يبقى انا في الحاله دي ممكن اقول له ابلاي الاوت باوند انترفيس هتخرج من الانترفيس الفلاني. باي ديفولت نو اوت باوند ايه انترفيس از كونفيجر تمام للايه؟ للبوليسي بيزد راوتنج بتاعتك. بعد ما الكونفيجريشن بتاعك يتم يبقى الباكتس بتاعتك هتماتش مع البوليسي بيزد راوتنج نود وهتتبعت من خلال الايه؟ الاوت باوند ايه؟ انترفيس. تمام يعني في الحاله دي اي ماتش هيتم معاك لو هيعمل ماتش مع الكونديشن دي ودي الاثنين مع بعض لان احنا قلنا ما بينهم وما بين بعض ايه؟ اند. مجرد لما يفاير هيبتدي ابلاي الايه؟ الاكسكيوشن بتاعه اللي هو هنا هيبعت الترافيك بتاعك من خلال الايه الاوت باوند ايه انترفيس. هنا في الحاله دي الاوت باوند انترفيس بتاع الباكت ما ينفعش يكون برودكاست لازم يكون ايثرنت انترفيس. يعني لو انت استخدمت الاوت باوند انترفيس ده اللي هو الاكسكيوشن ستيتمنت دي يبقى انت في الحاله دي لازم يكون عندك الايه الكابل بتاعك ايثرنت انترفيس. وخلي بالك ده اسئله بتيجي في الامتحان عشان كده انا بعلم لك على الحاجات اللي هي بتيجي من ايه؟ من بين السطور. يعني بيقول لك هنا لو انت عملت اوت باوند انترفيس على الاكسكيوشن ستيتمنت يبقى انت في الحاله دي لازم الانترفيس اللي يكون واصل عليه اللي هيطلع منه الترافيك لازم يكون ايثرنت ايه؟ ايثرنت انترفيس عشان يقدر الايه؟ البوليسي بيزد روت تطبق على الايه؟ على الانترفيس ده. بيقول لك طب لو انت هتستعمل في الاكسكيوشن ستيتمنت هتستعمل ايه النكست هوب يبقى انت هتقول له ابلاي اي بي ادرس نكست هوب وتدي له الايه النكست هوب. طب بيقول لك في حاله لو انت استخدمت الايه النكست هوب يعني لو مفيش اوت باوند ايه انترفيس يبقى انت في الحاله دي هتقدر انت تتعامل من خلال الايه النكست هوب مباشره. تمام هتتعامل من خلال الايه النكست هوب مباشره. طيب بعد ما عملت الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ قال لك لا اما عندك طريقتين لا اما هتابلاي البوليسي بيزد روت جلوبالي
من خلال اللي انت هتقول اي بي لوكال بوليسي بيزد روت، وطبق لي البوليسي بيزد ايه روت وتدي له اسم الايه البوليسي بتاعتك. لا اما من خلال اللي انت هتدخل على الانترفيس وتقول له اي بي بوليسي بيزد روت وتدي له الايه البوليسي نيم. لا اما جلوبالي، واحنا اتفقنا امتى جلوبالي؟ في حاله لو الايه ترافيك اوريجينيتد زي الباكيت لينس. لا اما على مستوى الانترفيس لو انت هتماتش نتورك سيجمنتس معينه عشان تمشي من ايه من مسار معين. يبقى انت في الحاله دي هتدخل على الانترفيس المقابل للنتورك ايه سيجمنتس دي وتبتدي تطبق عليه البوليسي اللي انت ايه اللي انت عاوزه. مثال على الكلام ده اللي هو configuration examples. احنا دلوقتي بنتكلم عن الايه مثال على الكلام بتاعنا. بيقول لك هنا عندك سيناريو، عندك شبكة 10.1.1.0/24 وعندك شبكة 10.1.2.0، دول شبكتين. انت عاوز هنا الطبيعي اللي انت ايه بتتعامل مع الراوتنج ايه تيبل على الراوتر مباشرة، فممكن يفورورد ايه كل الترافيك منين من ISP1. لكن قال لك في الحالة دي انت عاوز تطبق بوليسي بيزد على الانترفيس على مستوى الانترفيس اللي هو جيجا 0 على 0 على ايه على 0، بحيث ان الناس اللي طلع اللي جاية بالاي بي اللي هو 10.1.1.0 دي هتمشي من خلال الانترفيس اللي هو بتاع مين او هتطلع على الاي اس بي 1، وبالنسبة لك اللي 10.1.2.0 هتطلع على الاي اس بي كام الاي اس بي 2. وبيقول لك هنا لو الار تي اي الراوتر ده كونكتد على السيرفر انت محتاج ان انت الايه ما يتاثرش السيرفر بالايه بالكلام ده. يعني ايه؟ يعني السيرفر بتاعك ما يتاثرش بالايه بحته الايه اللي انت طالع هنا بالايه لاي اس بي 1 واي اس بي 2. يعني من الاخر كده الايه الراجل السيرفر ده اوف باس مود، يعني طالع من الايه من الباص بتاعك. طيب هتعمل الكلام ده ازاي او مش داخل في البوليسي بتاعتك؟ طب هتعمل الكلام ده ازاي ككونفيجريشن؟ قال لك هتيجي على الايه الراوتر اللي عليه الايه اللي عليه العين. ايه الراوتر اللي عليه العين هنا؟ قال لك الراوتر اللي هو الار تي اي. هتبتدي تقول له والله انا هعمل اكسس ليست، تمام، بتقول اللي انت لو في حاجه جايه لك تمام بالسورس اللي هو كام اللي هو 10 0 1 1 كام 0 تمام راح للديستنيشن اللي هو مين اللي هو السيرفر. احنا قلنا الراجل ده خارج الحسابات هتعملها ايه دينار، لان احنا قلنا السيرفر خارج الايه خارج الحساب. طيب الباقي هتحطه من ضمن حسابات الايه الاكسس ليست، يعني هتعمل معاه ماتش. يعني لو في حد رايح بالايه بالاي بي اللي هو 10.1.1.0 رايح لاي شبكه زي ما انت شايف اللي هو ايه ديستنيشن اني اني اني، يعني ايه يعني رايح لاي شبكه باي ايه باي صبنه مصر، يبقى في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده هيتعمل له ماتش مع الايه؟ مع الاكسس ليست بتاعتك. يعني هيتعمل له ايه؟ هيتعمل له ماتش مع الاكسس ليست. بنفس الكونسبت بالظبط، لان انا قايل السيرفر في الايه؟ بالنسبه لي مش معايا في البوليسي بيلد، هاجي اعمل اكسس ليست اللي هي 3001. انا ليه هنا اتعاملت ادفانسد؟ لان انا دخل معايا في الحته دي ايه؟ السيرفر. علشان كده احتجت ان انا اتعامل مع الادفانسد ايه؟ اكسس ليست. اللي انا قلت هنا هتديناي الحاجات اللي جايه لك بالاي بي، يعني ترافيك الاي بي يعني ايه؟ يعني كل الترافيك سواء بقى رايح تي سي بي يو دي بي اي حاجه انا ايه هبتدي اعمل لها ديناي لو هي جايه من الايه من الراجل ده راح فين للسيرفر، ملناش دعوه بيها. يعني ما تتعاملش بالبوليسي بيز دي، تتعامل بناء على الايه الراوتنج انفورميشن عادي، ملناش علاقه بالايه بالبوليسي بيز بتاعتنا. وهاجي بعد كده ابرمت الاي بي سورس الناس اللي طالعه منين ب 10.1.2.0 راح للديستنيشن اللي هو مين اللي هو بالنسبه لي اني. يعني معنى كده اني اللي هو ايه اللي هو في الحاله دي راح لمين لبره، تمام، طالعه لمين لحاجه بره الايه بره النتورك بتاعتي. لو مجرد لما انا عملت الماتش ده يبقى انا كده اول حاجه عملت ماتش لمين للترافيك اللي انا عاوز اتعامل معاه بالبوليسي، يعني اللي انا هطبق عليه البوليسي بتاعتي اللي هو ترافيك 1.0 وترافيك كام 2.0. طب بعد كده هتعمل ايه؟ قال لك هعمل بوليسي بيزد ايه روت. اقول له انا عاوز اعمل بوليسي بيزد روت اسمها اتش سي اي بي. طيب البوليسي بيزد روت دي بتعمل ايه؟ قال لك بتعمل بيرميت لمين للنود 10 اف ماتش
مع الاكسس ليست 3000 هتبتدي تابلاي الاي بي نيكست هوب بتاعتك، هتبقى كام؟ اللي هو 202.123. معنى كده اللي هي لو عملت ماتش مع ال 3000 هتبعت فين؟ هتبعت على الاي اس بي اللي هو كام؟ اللي هو يعني نيكست هوب هيكون الاي اس بي اللي هو مين؟ اللي هو بعد كده هتقول له بقى النود اللي بعدها. يعني لو انت ما عملتش ماتش مع النود الاولانيه هتخش على النود الايه؟ اللي بعدها. اف ماتش مع ال 3000 وكام؟ 3001. واحنا قلنا بيرمت البيرمت بتفاير معاك، يعني في الاكسس ليست هناك عملت ماتش تمام، وهنا النود بيرمت، يبقى انت في الحاله دي ايه؟ هتبتدي ان انت تابلاي الاي بي ادرس بتاعك اللي هو النكست هوب اللي هو 154 1 2 كام 3، يبقى في الحاله دي اللي انت هتبعت على الاي اس بي كام؟ على الاي اس بي 2. لحد دلوقتي البوليسي مش هتشتغل، انت محتاج تقول لي انت هتابلاي البوليسي على الانترفيس ولا لوكالي على الديفايس. قال لك لا، ده احنا هنعمل لها ابلاي على الانترفيس. ليه؟ علشان نديتكت الايه؟ الترافيك وهو جاي انجرس علينا. يبقى في الحاله دي هاجي على الانترفيس جيجا 0 على 0 على 0 واقول له اي بي بوليسي بيزد روت، اديني البوليسي بتاعتك، او خلي بالك اللي فيه بوليسي اسمها اتش سي اي بي هتاخد بالك منها وانت بتبعت الترافيك. معنى اللي انت هتاخد بالك منها اللي انت هتبتدي تنسبكت الايه؟ الباكت صراحه فين وجايه منين؟ بناء على الماتشنج رولز اللي هتتم، هتبتدي يا اما هتغير النكست هوب هيكون اي اس بي 1 او اي اس بي 2. طب لو في ترافيك رايح للسيرفر، حد يعرف يقول لنا ايه اللي هيحصل فيه؟ الترافيك اللي رايح للسيرفر ايه اللي هيحصل فيه؟ هيحصل له ديناي اكيد، هيحصل له ايه؟ ديناي، ملوش دعوه بالايه؟ بالبوليسي بيز روت اللي احنا عملناه. طيب يا دكتور معلش، لانه مش هيعمل ماتش معايا. طيب يا دكتور، اذا في شبكه ثالثه 10 مثلا 10 1 3 10 1 3 شبكه رقم 3 تمام، ما هيحصل لها ديناي لان باي ديفولت. يعني مش هتطلع على البوليسي بيزد ايه روت، لان هي مش بتعمل ماتش الا لما تعمل لها انت ايه؟ ماتشنج ايه تول، هتستخدم مثلا ماتشنج تول وتضيفها في الايه؟ من ضمن النودز اللي موجوده على البوليسي بيزد روت، لازم تضيفها على الايه؟ النودز. خلي بالك من البوليسي بيزد روت ده، بيجي دايما في السيناريوهات في الشغل بتاع الاي اس بي دايما، حته اللي انت تعدل المسارات ما تعملش ايه ديبند على الراوتنج ايه انفورميشن اللي موجوده، دي حاجه مطلوبه وبيجي عليها اسئله كتير برضو في الايه في الانترفيو، دايما بيسالك ويقول لك الفروق ما بين لو انت هتعمل بوليسي بيزد روت او هتتعامل بالايه بالراوتنج انفورميشن، ولو انت طبقت البوليسي بيزد روت هل انت في الحاله دي هتاجنور الراوتنج انفورميشن ولا هتتعامل مع الراوتنج انفورميشن عادي؟ ليه؟ ده بيدل على الايه؟ على المسميات، اختلاف في المسمى. انت اخدت دلوقتي اكتر من مسمى، يعني اخدت حاجه اسمها الروت بوليسي واخدت بوليسي بيزد روت واخدت فلتر بوليسي. طب ايه الفرق ما بين الحاجات دي وما بين بعضها؟ قال لك الفلتر بوليسي والروت بوليسي دول راوتنج انفورميشن، اما هنا البوليسي بيزد روت دي داتا، يعني زي بتعمل داتا ايه؟ يعني بتوجه لك الداتا نفسها، الباكت صراحه فين وجايه منين؟ إيه؟ بتاعت سيرفيس معينه، يعني لو انت عاوز السيرفيس دي تطلع من الحته الفلانيه دي يبقى انت ممكن تستخدم ساعتها الايه؟ البوليسي بيزد ايه روت، ما تخليهاش تعتمد على الراوتنج ايه؟ انفورميشن اللي موجود. تمام؟ ده في الباكتس نفسها، يعني احنا النهارده بنتعامل كنترول مع الباكت. الداتا باكت. تمام؟ الايه؟ الباكتس بتاعتك. امبارح تمام اتعاملنا مع مين؟ مع الايه؟ الراوتنج انفورميشن وازاي اكونترول عليها. النهارده انا بكونترول على الداتا نفسها. بكونترول على الداتا ازاي؟ يعني الداتا او السيرفيس باكتس اللي بتتبعت من مكان لمكان انا هقدر اكونترول عليها وابعتها من اي مكان انا عاوزه بناء على السيناريو اللي موجود عندي. يبقى لاب زي ده التاسك بتاعنا. يبقى اللاب اللي هو ده الايه؟ ده التاسك بتاعنا، عاوزك تعمل لي اي اس بي 1 واي اس بي 2 وتظبط لي بقى الايه؟ البوليسي بيزد روتس بتاعتها على الايه؟ على مستوى الانترفيس، وتقول لي لا في حاله الايه؟ انا ممكن اصعب لك الدنيا شويه اعملها لك فيلانات والكلام ده، بس احنا ايه؟ هنا احنا شغالين في الراوتنج، مش ايه؟ مش هندور على الايه؟ الفيلانات، بس طبعا كل الكلام ده بقى فيه فيلانز اصلا. يعني لو انت بقى تشتغل في انتربرايز ايه؟ في انتربرايز نتورك
يبقى انت في الحاله دي هيبقى بقى فيه تفصيل اكتر من ايه، اكتر من كده. وده سيناريو بيجي دايما في الايه، في الكومبيتيشن وفي الايه وفي اللابات العملي بتاعه الايه الكومبيتيشن بتاعتنا، دايما بيجي سيناريو زي ده، يجي لك اتنين اي اس بي وعاوزك تطبق الايه البوليسي بيزد روت. يبقى انا اهم حاجه عندي ان انت تفهم الفرق ما بين البوليسي بيزد روت والروت بوليسي، هما الاثنين ككونفيجريشن نفس الايه الكونسيبت، بس واحده فيهم بتتعامل مع الراوتنج انفورميشن وواحده ثانيه بتتعامل مع السيرفيس باكيتس اللي هي الايه اللي هي الداتا. يعني لو انا جيت في الامتحان وقلت لك انا عاوز افلتر راوتنج انفورميشن، يبقى انت في الحاله دي هتستخدم ايه؟ قال لك بنستخدم الفلتر بوليسي او الروت بوليسي. الكلام اللي انا بقوله ده خلي بالك حاجات لو ثبتت في ذهنك تعدي اي انترفيو وانت داخله ايه؟ ليه؟ لان هي دي الفروق. يعني في حاجات معينه كده ايه؟ بتطلع الايه؟ الناس اللي هي فاهمه والناس اللي ايه؟ اللي حافظه. يعني ده حافظ ولا فاهم؟ ولا عارف هو بينفذ ايه؟ والتول دي عباره عن ايه؟ وهيستخدمها امتى؟ وامتى مش هيستخدمها؟ ما هو ده الايه؟ ده الفرق. يبقى ده الايه ده الاكزامبل بتاعنا اللي هو بتاع الايه البوليسي بيزد ايه روت. هيجي يكلمك على الجزء الثاني برضو من حته الايه الكنترول على الداتا. خلي بالك كل الحاجات دي كنترول على الايه على الداتا، اللي هو حته الموديولر كواليتي اوف سيرفيس. يعني ايه موديولر كواليتي اوف سيرفيس؟ قال لك في الحاله دي انت في بعض الاوقات محتاج ان انت تعمل جروبنج للباكتس نفسها اللي عندها نفس الكاركترستكس ونفس الايه السيرفيس. يعني مثلا عاوز تعمل جروبنج الفيلان، يعني مثلا فيلان 10 عاوز تعمل جروبنج للترافيك بتاع فيلان 10، عاوز تعمل جروبنج من خلال الكواليتي اوف سيرفيس اللي هو الدي اس سي بي، ده هناخده لسه، اللي هو الايه الكواليتي من خلال انت بتعمل مارك للبرايورتي بتاعه الايه الترافيك وتبتدي اللي انت ايه تتعامل معاه، لا اما من خلال اكسس كنترول ليست. يعني انت محتاج ان انت تجمع الترافيك بتاعك، حته التجميع ده اسمه موديولر ايه كواليتي اوف سيرفيس كوماند لاين انترفيس. ده المسمى بتاعه اللي هو بيخليك في الاخر الديفرنت سيرفيسز تتجمع في ديفرنت ايه كلاسز، يعني بتعمل كلاسيفيكيشن. يعني بجيب ترافيك مثلا فيلانات احطهم في كلاس، وترافيك مثلا الاكسس ليست اللي بتماتش دي معايا في كلاس تاني وهكذا. يعني بعمل كلاسيفيكيشن، ده مهم معاك في الكواليتي اوف سيرفيس، اللي انت يبقى عندك ترافيك كتير بيتبعت على النتورك وحابب ان انت تعمل جروبنج او كلاسيفيكيشن. في الحاله دي الانتيتيز بتاعتك اللي بتبقى موجوده في الموديولر ايه كواليتي اوف سيرفيس كوماند لاين انترفيس ثلاث حاجات، وده سؤال بيجي في الامتحان: الترافيك كلاسيفاير، والترافيك بيهيفير، والايه والترافيك بوليسي. البيهيفير بتاعك والايه والبوليسي والكلاسيفاير، دول تلات حاجات او تلات اضلاع رئيسيين في الايه في الموديولر كواليتي اوف سيرفيس كوماند لاين ايه انترفيس. الترافيك كلاسيفاير بيجمع، بيبتدي اللي هو يماتش الايه الداتا فلو بيزد على مجموعه من الايتمز زي ما انا معلم لك عليها بقى، لا اما الفيلان تاج، لا اما الدي اس سي بي فاليو، لا اما من خلال الاكسس كنترول ليست رول. طب بعد ما انت عملت الكلام ده بتقول البيهيفير اللي هيحصل على الترافيك بعد ما انا جمعته ايه اللي هيحصل؟ هتروح هتغير النكست هوب اي بي ولا هتطلع على اوت باوند انترفيس علشان الريدايركشن؟ هتعمل ايه؟ لو انت لاحظت هتلاقي نفس الكونسبت بتاع البوليسي بيزد راوتنج، بس هنا المره دي احنا عملنا ايه؟ بنعمل كلاسيفيكيشن، بنجمع مجموعه من الايه من الداتا، اتطورنا شويه حته بقى التاجات الكلام ده كله، وبتيجي تربط في الاخر الايه الترافيك كلاسيفاير الكلاس بتاعك مع البيهيفير من خلال الترافيك بوليسي. يعني بعد ما عملت الكلاس بتاعك والبيهيفير بتاعه هتربطهم هما الاثنين، والترافيك بوليسي دي ممكن تشيل اكتر من ايه، بتشيل معاك اكتر من ايه من كلاس وبيهيفير. يعني انت ممكن تعمل لك 10 كلاس ترافيك كلاسيفاير و10 ترافيك بيهيفير تربطهم كلهم في بوليسي او في ترافيك بوليسي واحده، بعد كده تعمل لها ابلاي على الايه على انترفيس مثلا. يبقى انت في حاله الايه الانباوند ايه دايركشن، لان اكيد الترافيك كلاسيفيكيشن في الانباوند هو داخل عليك، تمام؟ في الايه في الانكومنج، سواء بقى انت هتعمل ماتشنج حسب الايه كلاسيفاير اللي موجود. يعني لو انت شغال تماتش او تكلاسيفاي بالفيلان تاج يبقى انت هتكلاسيفاي بالفيلان تاج،
من الدي اس سي بي فاليو يبقى انت هتكلاسيفاي حسب الايه الكلاسيفيكيشن ده، بيتعمل ابلاي على الايه على جلوبالي، يبقى الترافيك بوليسي بتابلاي جلوبالي او على بوردة معينة او على بوردة ايه معينة. يبقى الفكرة هنا بيعمل باكت ايه الجزء اللي هو بتاع الام كيو سي الترافيك بيهيفير بيسبورت الباكت ريدايركشن، علشان كده الجزء اللي هو بتاع الايه الام كيو سي بيستخدم اللي هو امبلمنت اليونيكاست بوليسي بيزد راوت. يعني ايه اليونيكاست؟ يعني بجمع ترافيك بعينه وامشيه في اتجاه معين، بجمع ترافيك في لانات مثلا بمشي ترافيك ببرايورتي معينه في اتجاه معين. الكلام ده كله ايه ده الفرق ما بينه وما بين الايه البوليسي بيزد. البوليسي ايه البوليسي بيزد الراجل ده بيكلاسيفاي. يعني ايه بيكلاسيفاي؟ بيعمل كلاسز. التاني ما بيعملش كلاسز، الراجل ده بيعمل ايه كلاسز، وكل كلاس ليه بيهيفير وبنربطهم مع بعض في الايه في البوليس. يبقى الراجل ده بيعمل ايه بيكلاسيفاي الايه الترافيك بتاعنا. طب ازاي هنفذ كونسبت زي ده؟ يعني لو انا دلوقتي عاوز انفذ كونسبت زي ده، زي ما احنا قلنا كل ايه كلاسيفاير وليه بيهيفير بتاعه، بتربطهم في الاخر بالترافيك ايه بوليسي. يعني الترافيك بوليسي بتقدر ايه بتبايند اكتر من ايه من كلاسيفاير مع بيهيفير، عشان ده سؤال صح وغلط في الايه في الامتحان. هيجي بنفس النص كده الجمله اللي باللون الاحمر دي هتيجي يقول لك صح ولا غلط، ان الترافيك بوليسي بتربط اكتر من كلاسيفاير مع اكتر من ايه من بيهيفير، صح ولا غلط؟ هتقول له ايه صح. طب انفذ الكلام ده ازاي؟ يعني انا عاوز انفذ حاجه زي دي ككونفيجريشن او كجزء عملي، انفذه ازاي؟ قال لك قبل ما تنفذه هبتدي اقول لك الماتشنج ايه ايتمز بتاعتك بالنسبه للايه للكلاسيفاير. يعني لو انت شغال في الكلاسيفاير بتاعك بيقول لك كده اللي انت لازم تماتش مع الايه الديفولت ريليشن شيب اللي موجوده في الكلاسيفاير بتاعك اللي هي ايه اللي هي اند. يعني لو انت شغال في كلاسيفاير عايز تماتش مثلا في لا وتماتش في نفس الوقت دي اس سي بي معينه، يبقى ما بين الكلوزز دي وبعضها او البنود دي وبعضها بيكون الاوبريتور اللي هو ايه اللي هو اند. يعني لازم كلهم ايه يتحقق اللي انت بتعمل جروب او ترافيك ايه ماتشنج ايه رولز، بتعمل كلاسيفاي للباكتس من خلال الايه الكلاسيفاي الديفولت بتاعتك اللي هي الايه الاوبريتور اند. انت ممكن تعمل اند او او تغير زي ما انت عاوز حسب الايه السيناريو. طب وانا بعمل كلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن ازاي؟ قال لك على مستوى لاير 2 من خلال الفيلان تاج اللي موجود عندك، لا اما من خلال الاكسس ليست، لا اما من خلال الديستنيشن او السورس ماك ادرس. في لاير 3 هتكلاسيفاي من خلال الايه الاكسس ليست، بس الاكسس ليست اللي هي ايه اللي هي بالنسبه لك اللي هي البيزك والادفانسد. اما في لاير 2 كنا بنتعامل من خلال الاكسس ليست اللي هي ايه اللي هي الهاردوير اللي هي اللاير 2 اللي هي من 4000 ل 4900 كام 99. طب الايه الاذر ماتشنج؟ قال لك في الانباوند بقى، سواء لو انت هتماتش في الانباوند او الاوت باوند او هتماتش الاول ايه الاول باكيتس بتاعتك. يبقى دي الرولز اللي موجوده جوه الايه جوه كلاسيفاير، هتماتش على لاير 2 او على لاير 3 او على الايه اذر ايه ماتشنج ايه ايتمز. طب ايه الفرق هنا ما بينها وما بين البوليسي بيزد راوت ككونسبت دلوقتي؟ انت فهمت ايه؟ في البوليسي بيزد راوتنج انت كنت بتعمل ايه؟ ما بحدد السورس اي بي ولا ال يعني هناك انت كنت بتعمل ايه؟ هنا ادالك الاوبشنز بالنسبه لك اكتر اللي انت تماتش اكتر من كونديشن مع بعض عشان تعملهم في كلاس. تمام؟ اما هناك احنا قلنا ايه؟ ما نقدرش نعمل الكلام ده. يعني ما تقدرش اللي انت تماتش اكتر من حاله ما ايه؟ مع بعضها. يعني انت دلوقتي بتعمل ماتشنج مش بحاجه واحده، انت بتعمل ماتشنج باكتر من حاجه. يعني في اكتر من بند موجود في كلاسيفاير على اساسه لو كل الكلام اتحقق اندنج، يعني لو عملت اندنج ما بين كل الكلام ده هطلع منه مجموعه من الباكتس. الباكتس دي على اساسها هبتدي ان انا اعمل لها ايه بيهيفير معين، لا اما هوديهم في نيكست هوب معينه او هعمل لهم ريدايركشن على اوت باوند انترفيس معين. الفكره هنا الجروبنج،
فكرة هنا ان انت بتعمل جروبنج باختلاف الايه الايه الكلوزس او البنود اللي موجوده عشان تعمل الكلاس ده، سواء بقى لير 2 او لير 3 او ايه او اذر ايه او اذر ماتشنج موجود. البيهيفير بقى بتاعك اللي انت هنا ايه ده بيضمن الايه الحاجه اللي انت هتعملها بعد ما ايه ما ظبطت الكلاس. يعني انت خلاص الكلاس معاك او معاك مجموعه من الباكتس، لا اما هتعمل لهم فلتر، لا اما هتحط لهم فيلان تاج، لا اما هتشوف الاستاتستكس بتاعتهم، لا اما هتغير البرايورتي بتاعتهم او تعمل ري ماركينج، لا اما هتشتغل عليهم بوليسي بيزد ايه روت. دي الحاجه اللي انت ايه هتعملها بالنسبه لايه للترافيك. ده البيهيفيور بتاعك. هتعمل ايه بعد ما تعلم الايه الكلاس ده؟ لا اما هتعمل له باكت فلتر او هتعمل ري ماركينج للايه للبرايورتي بتاعتك، لا اما هتعمل استاتستكس ايه كوليكشن او هتجمع statistics منين؟ من الكلاس ده. ده الحالات اللي انت ايه او الاكشنز اللي انت هتاخدها. خلي بالك لان ده اسئله في الامتحان، يعني السلايد دي بيجي عليها اسئله كتير والسلايد دي بيجي عليها برضو ايه اسئله كتير في الايه في الامتحان. بيكلمك بقى هنا عن الايه البوليسي اللي انت هتتعامل بيها، او لما تيجي تطبق الايه الام كيو سي هتطبقها ازاي. قال لك لا اما في الايه في الاوت باوند ايه دايركشن، لا اما في الاوت باوند ايه دايركشن، لا اما ان باوند، لا اما ايه، لا اما اوت باوند. يبقى الترافيك بوليسي تمام بتقدر اللي انت تعمل لها انفوك او بتستدعيها او بت ايه بتتضمن في الايه في الانترفيس نفسه على مستوى الايه الانترفيس. طب حد يعرف يقول لنا البوليسي بيزد راوتنج كانت بت ايه بتقدر تستعملها فين؟ ده الفرق دلوقتي يا اما على مستوى يا اما على مستوى على مستوى الديفايس اللوكال تمام او على مستوى الايه الانترفيس الانترفيس نعم. هو ده اما هنا بالنسبه لي في الترافيك بوليسي لا اما انباوند لا اما ايه لا اما اوت باوند، لا اما انباوند لا اما ايه لا اما اوت باوند زي ما انتم شايفينه، لا اما في حاله الانباوند او الايه او الاوت باوند ايه دايركشن بتبتدي ان انت تماتش الايه الانكومنج والاوت جوينج ايه باكيتس الايه اللي موجود عندك علشان تعملها ايه ماتش. يعني بتضيف بيهيفير على الايه على الترافيك ايه اللي بدا يعمل معاك ماتش سواء كان في الانباوند او في الايه او في الاوت جوينج. بقول لك الديفرنت فروم البوليسي بيزد ايه رود بوليسي اللي هنا بتقدر اللي انت ايه تعمل لها انفوك اونلي على اللير 3 انترفيس، على الايه على اللير 3 انترفيس. ده مين؟ ده اللي هو الايه الام كيو سي. اما في سوري ده فين في البوليسي ايه بيزد رود بتقدر تتعامل مع اللير 3 بس، اما في الترافيك بوليسي بتتعامل مع اللير 2 واللير كام واللير 3. دي الفروق الجوهريه بقى اللي انت ممكن ايه تتسال فيها في الامتحان. يبقى هنا البوليسي بيزد رود اول حاجه لوكالي او ايه او على مستوى الانترفيس بتقدر تتعامل معاها بس مع اللاير 3. ليه؟ علشان حته الايه الراوتنج انت بتغير الايه المسارات، فهنا لاير ايه لاير 3 انترفيس. اما هنا بالنسبه لك بتقدر تتعامل مع الايه السويتشات عادي لاير 2 او لاير ايه او لاير 3. طبعا الجزء اللي هو بتاع الام كيو سي ده بيفيدك في الكواليتي اوف سيرفيس. في جزء الكواليتي اوف سيرفيس لما تيجي تتعامل باللاب او لو هو حتى مش موجود معانا في الماتيريالز هسبورت معاك برضو بايه بحاجات او اجزاء فيه، لان جزء الكواليتي اوف سيرفيس ده برضو ايه جزء مهم اللي انت بتبتدي تعمل كلاسيفيكيشن للترافيك وتعمل ريماركينج، وعلى هذا الاساس بت ايه بتبتدي تشوف بقى الايه الترافيك بتاعك هيمشي منين او الراوتر هيبروسس انهي ترافيك الاول. تمام؟ فالكلام ده بالنسبه لك ايه مهم لو انت عندك اكتر من سيرفيس وحابب اللي انت تهندل سيرفيس معينه في الاول، فعندك اكتر من ميكانيزم هتتعامل بيه. طبعا ده بيبقى موديول لوحده غير الايه غير الكلام اللي احنا دلوقتي بن ايه بنتكلم فيه. يبقى الترافيك بوليسي عندك هنا في الانباوند والايه والاوت باوند على الانترفيس. اما خلي بالك من الفروق اللي انا بقولها، اما في البوليسي بيزد راوتنج اللي بيحصل لوكالي او على مستوى الايه الانترفيس. طب ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين في التعامل مع الانترفيس؟ قال لك البوليسي بيزد روت بتتعامل مع اللير كام؟ مع اللير 3. الترافيك بوليسي مع لير 2 ولير كام؟
ولير 3 انترفيس. المثال اللي قدامك زي ما انت شايف، انت هتعمل ماتش او هتكلاسيفاي ترافيك علشان تبتدي تحط فيه مثلا ايه تاج معين او تاد تاج معين، زي مثلا انت شايف هنا ايه 802.1 كيو، ده اللي هو تاج للايه للفيلان. في المثال الثاني انت هتبتدي اللي انت تكلاسيفاي علشان تعمل ريدايركشن، تمام، هتكلاسيفاي عشان تعمل ايه، علشان تعمل ريدايركشن او تغير مسار. يعني في عندك اكتر من ايه من ميكانيزم اللي انت تقدر تتعامل بيه مع الترافيك بوليسي. الكونفيجريشن، الكونفيجريشن بيقول لك هتعمل اول حاجه الترافيك كلاسيفاير. الترافيك كلاسيفاير بتاعك ده اسم الايه الكلاسيفاير، هتتعامل بالاوبريتور احنا قلنا اند او ايه او اور. باي ديفولت كان بيتعامل بايه ريليشن شيب، الترافيك كلاسيفاير بيكون ايه اور، تمام. فبيقول لك هنا فور ديتيلز، عشان تغير الكلام ده يبقى انت هتحاول تتعامل مع الايه تغير الايه الاوبريتور بتاعك، هتغير بقى الايه الاوبريتور الايه اللي موجود قدام. يبقى هنا في الترافيك كلاسيفاير بيقول لك باي ديفولت ريليشن شيب بتوين الرول، الرولز بتاعتك في الترافيك كلاسيفاير وكانت موجوده اند، هو كان قايل اند في الاول. نعم هو قايل اند، نعم اه يعني هو هنا قال لك الايه الريليشن شيب بتوين الرولز هي اند مش او، تمام، هي الديفولت اند. هنا في غلطه في الايه في النقطه، هي ايه اند، تمام، هنا اند مش ايه مش او، تمام. اللي انت لازم تماتش مع الايه مع كل الايه الكلوزز او البنود اللي موجوده في الايه في الترافيك ايه كلاسيفاي. وانت في الحاله دي هتقدر تغير الايه الاوبريتور تخليه اور، يعني هو باي ديفولت ايه اند لو انت ما غيرتش او ما لعبتش في حاجه. طب لو انت عاوز تغير يبقى انت في الحاله دي هتخليه ايه اور، علشان لو عمل ماتش مع اي حاجه يبقى ايه اي حاجه من الايه من الكلوزز اللي انت كاتبهم او البنود اللي موجوده، يبقى انت هت ايه هتبتدي تكلاسيفاي الايه الباكتس دي. طبعا بيقول لك حته الرولز بتاعتك حسب المنتج نفسه، عشان كده ايه هو قالها مره اند وقالها مره ايه اور، يعني قال لك حسب السيريز وحسب الديفايس حسب الايه المانيوال بتاعك. لو هو عامل الديفولت اور انت هتقدر تبص في الشيت لو الديفولت بتاعه اور او الديفولت بتاعه اند، لان هنا بيقول لك ايه بص على البرودكت مانيوال. انا ما اقدرش اقول لك هنا في ايه واند ولا اور، انا بقول لك في بعض الحالات في حته الايه كلاسيفاير بتختلف الديفولت بتاعتك. يعني هو رجع صلح الايه الكلام قال لك في البرودكت ايه مانيوال بص على البرودكت، انا مش هقدر اقول لك هل هي اور ولا اند حسب البرودكت. بيقول لك هنا بعد ما عملت كلاسيفاير ايه اللي هيحصل، قال لك اللي انت المفروض تشوف البيهيفيور بتاعك. انا خلاص عملت ماتش لترافيك معين يبقى انا محتاج اعمل الترافيك بيهيفيور. طيب الترافيك بيهيفيور بتاعك بيبقى عباره عن ايه؟ قال لك الفكر كله اللي انت ايه اهم حاجه بالنسبه لك اللي ايه الرولز اللي في الترافيك ايه بيهيفيور برضو بتكون حسب الايه البرودكت، لا اما هتغير نيكست هوب لا اما هتطلع الايه الاوت باوند انترفيس، هتعمل ريدايركشن على حسب البرودكت. لو انت ملاحظ هنا بيقول لك بص على البرودكت ايه مانيوال. انا ما اقدرش ان انا اقول لك ايه اللي هيبقى الحاجات المتاحه ليك في الترافيك بيهيفيور بتاعتك اللي انت تعملها ايه تطبقها او تابلاي على الكلاس اللي انت ايه اللي انت عملت له كلاسيفيكيشن. الترافيك بوليسي بتعمل ايه؟ قال لك بتبتدي اللي هي تربط الاثنين ببعض، هتقول الكلاسيفاير وهتقول له اسم الايه الكلاس بتاعك اهو. يعني مثلا لو ده اكس وهنا ده ايه ده واي، هتيجي هنا تقول له ايه انا عاوز اعمل ترافيك بوليسي، تمام، اسم الايه الترافيك بوليسي بتاعتك، وهتقول له انا عاوز اكلاسيفاير، تمام، عاوز ايه اكلاسيفاير. قال لك هتدي له بقى الايه الاكس هنا وهتقول له البيهيفير بتاعه مين، البيهيفير بتاعه واي. يعني البوليسي دي او الترافيك بوليسي بتتعامل مع الكلاس اكس والبيهيفير بتاعها هيكون البيهيفير ايه واي. واحنا قلنا ان الترافيك بوليسي دي نقدر نضيف فيها اكتر من ايه اكتر من ايه من كلاسيفاير مع بيهيفيور، يعني ممكن اكتب اكس وواي وبعد كده اقول له زد ودبليو في نفس الايه الترافيك بوليسي وهكذا. يعني ممكن اضيف اكتر من كلاس مع البيهيفيور بتاعه داخل الايه الترافيك ايه الترافيك بوليسي. قبل ما نعدي من السلايدز دي حد كده يفرق لي ما بين
البوليسي بيزد روت والايه والجزء اللي هو بتاع الام كيو سي او الترافيك ايه ترافيك بوليسي. من ناحيه الابلاي البوليسي بيز راوت ممكن بير انترفيس ولا لوكالي. تمام. عندك الام كيو سي الابلاي بتاعي ممكن يكون ان باوند ولا اوت باوند. تمام. بالنسبه للبي ار بتتعامل مع الاير 3. تمام. والام كيو سي بتتعامل مع الاير 2 والاير 3. تمام مظبوط كده. يبقى احنا ايه يبقى احنا ده الايه ده المين كونسبت ايه ما بينهم. طب ايه اللي موجود في الترافيك بوليسي اللي انت تقدر تضيف اكتر من ايه اكتر من كلاس مع بيهيفير في الترافيك ايه في الترافيك بوليسي وحده. يعني ممكن تعمل ترافيك بوليسي على مستوى الديفايس تقدر تتعامل مع اكتر من ايه من اكتر من كلاس مع بيهيفير بتاعه. يبقى هنا ليه؟ لان هي هنا بتتفعل على الايه هنا بيقول لك بتتفعل على زي ما انت شايف على الايه يا اما ان باوند يا اما اوت باوند وفي نفس الوقت بتتكتب جلوبالي. تمام بت ايه بتبايند الايه الكلام بتاعها ايه جلوبالي على الايه على الراوتر نفسه بس الترافيك ماتشنج بايه يا اما بيكون ان باوند يا اما ايه يا اما اوت ايه اوت باوند. مثال على البوليسي بيزد روت باستخدام الترافيك ايه الترافيك بوليسي. يعني انا عاوز اعمل المثال اللي فات ده بس باستخدام الايه الترافيك ايه بوليسي مش باستخدام الايه البوليسي بيزد روت. كان طبعا باستخدام البوليسي بيزد ايه روت انت بتعمل ايه اكسس ليست بتماتش مع الايه الكلام وبتبتدي اللي انت تعمل بوليسي بيزد ايه روت اللي هي تبتدي لو ماتش مع الاكسس ليست هتبتدي ايه تابلاي اللي هو الاي بي بتاعك اللي هو النكست هوب هيكون الاي بي الفلاني في حاله لو هو ماتش مع الايه مع ال 10 1 1 هيروح للاي اس بي 1 لو ماتش مع 10 1 2 هيروح للاي اس بي اللي هو رقم كام رقم 2. فبيقول لك الفكره هنا ايه قال لك اللي انت هنا عاوزين نطبق البوليسي بيزد روت بس باستخدام الايه الام كيو سي. طيب عشان تطبق الكلام ده باستخدام الايه الام كيو سي قال لك الفكره برضو نفس الايه نفس الفكر اللي انت هتماتش الترافيك بس المره دي مالكش دعوه بالايه بالسيرفر. انت هتماتش الترافيك اللي رايح من الاي بي اللي هو 10 1 1 تمام رايح لمين لاي حاجه هنا في السيرفر وهتيجي تعمل اكسس ليست ثانيه برضو بتماتش الايه الترافيك اللي هو 10 1 كام 1 2 وهتيجي على الترافيك ايه كلاسيفاير هتعمل ترافيك كلاسيفاير رقم 1 وتقول له اف ماتش مع الاكسس ليست الثلاث. معنى كده الايه لو انت عملت ماتش للترافيك اللي هو 10 1 1 0 يبقى انت المفروض ايه بالنسبه لك كده ده كلاس 1 هتاخد الترافيك ده هيبقى تبع كلاس كام كلاس 1. لو عملت ماتش مع الترافيك 10 1 2 0 يبقى ده ماتش مع الايه مع الكلاس رقم كام رقم 2. يبقى انت هنا عندك تو كلاسز كلاس 1 وايه وكلاس 2. طب بعد ما مسكت الايه الكلاسز في ايدك هتبتدي اللي انت تعمل ريدايركشن هتعمل ترافيك ايه ترافيك بيهيفير الترافيك البيهيفير الرقم واحد ده بيقول ايه بتقول ايه بتقول ريدايركت الاي بي نيكست توب اللي هو كام اللي هو 3 اللي هو هنا اي اس بي كام اللي هو بالنسبه لي الاي اس بي اللي هو رقم كام رقم واحد. الترافيك بيهيفير 2 بتعمل ريدايركت لمين النيكست هوب لمين للاي اس بي رقم كام رقم 2. محتاج اربط او بايند الاثنين ببعض قال لك هتعمل لهم بايندنج من خلال ترافيك بوليسي. الترافيك بوليسي بتقول الكلاس واحد بالبيفير واحد كلاس اتنين بالبيفير كام اتنين. تمام انت عملت الايه البوليسي بتاعتك جلوبالي محتاج بقى ايه تابلاي على الانترفيس مش احنا قلنا بيابلاي على الانترفيس انباوند وايه واوت باوند على عكس مين البوليسي بيزد روت لا اما ايه لا اما على الانترفيس لا اما على لوكالي على الديفايس. يبقى انت هتيجي هنا على الانترفيس بتاعك اللي هو الانجرس اللي داخل عليك الانباوند الايه الترافيك وتقول له ترافيك بوليسي ريدايركت انباوند طبق لي الايه الجزء ده اللي هو الايه اللي هو الترافيك بوليسي اللي اسمها ريدايركت والايه والترافيك داخل عليك انباوند. نفس الكلام اللي انت عملته هنا عملته فين؟ لو رجعت للمثال بتاع البوليسي عملت ايه؟ طبقت في الاخر على مين؟ على الاي بي بوليسي بيزد روت بس ما عملتش بقى الايه لا ان باوند ولا ايه ولا اوت باوند احنا قلنا بتطبق على الانترفيس. اما هناك انت قلت ايه لا اما ان باوند لا اما ايه لا اما اوت باوند ده الفرق.
والراجل التاني بيشتغل لير 2 ولير 3، ده بيشتغل لير كام؟ لير 3. خلي بالك من الفروق دي، يعني انت دلوقتي في الكونفيجريشن ما قلتش انباوند ولا ايه؟ ولا اوت باوند، هناك قلت ايه؟ قلت الترافيك وهو انباوند، وهو داخل ايه؟ وهو داخل عليه. ده الفرق ما بين الترافيك بوليسي والايه؟ والبوليسي بيزد روت. اللي انت هنا بتجمع الكلاسز اللي عندك مع البيهيفيرز بتاعتها في الايه؟ في الترافيك بوليسي، وترجع تطبق الترافيك بوليسي حسب الايه؟ على الانترفيس بتاعك، سواء كان انباوند او ايه؟ او اوت باوند، او الانترفيس ده كان لير 2 او لير 3. خلي بالك كل التفاصيل اللي احنا بنقولها دي بتيجي في الايه؟ في الامتحانات. يعني كل التفاصيل اللي احنا دلوقتي بنحكي فيها مع بعض دي كلها بتيجي في الايه؟ في الامتحانات. يعني انت لو دخلت الموك تاني هتلاقي اسئله على الايه؟ الجزء ده. لو دخلت الموك اكزام تاني هتلاقي في عندك اسئله، وهتلاقي توبولوجي جايه لك في رسمه كده زي ما انت شايف، وايه؟ ويجيب لك في الامتحان مقارنه في الايه؟ في الكونفجريشن. يعني خلي بالك في الامتحان بيجيب كونفجريشن، يعني شغل شغل ايه؟ كونفجريشن، مش شرط اللي هو يكون كل الاسئله بتاعتك ريتن. يعني الشرط بتاعي اللي ما يكونش الايه؟ الاسئله كلها ريتن، ده ممكن يجي لي حاجات كونفجريشن. في جزء عملي في الانترناشونال اكزام؟ بيجي، لا مش عملي، هو بيجي رسمه زي دي كده بالظبط، بياخدها من السلايد ويسالك عليها. يسالك عليها مجموعه من الايه؟ من السيناريو. يعني يديك على فكره ده بيكون اصعب من اللاب، يعني انت عارف لو هو جاب لك لاب اسهل. اللاب صح فعلا. ليه بقى؟ لان اللاب ليه مجموعه من الايه؟ بروسيدجرز انت بتنفذها. اما هنا بيقعد يتلاعب بالالفاظ، يعني انت ممكن تكون فاهم 100% بس تلاقي اللفظ يعني ايه مش مظبوط، او انت ما فهمتوش، فتيجي تجاوب تجاوب غلط. يعني اللي بيفرق بقى اللي في حد بيجيب سكور عالي من حد بيجيب سكور اقل، حته اللي هو ايه؟ يعني في ناس بتبص على شكل الاسئله. خلي بالك هو المره دي في المنهج بتاعه بيجيب لك شكل الاسئله اصلا، يعني كل سلايد احنا بنشرحها، وانا متاكد من ده بنسبه 100%، كل سلايد اللي احنا بنشرحها دلوقتي مع بعض هي بتتاخد جزء منها بيجي من في الامتحان، ما بيجيبش اسئله من بره. الماتيريال الجديده ماشيه على هذا الايه؟ على هذا النهج. انا قدامي ماتيريال، تمام، قدامي مجموعه من الايه؟ من التوبولوجيز، رسومات، بقص الرسمه واحطها في الامتحان واسال عليها. معنى كده اللي انا ايه؟ بسال الراجل انت فهمت ايه؟ مش زي زمان اللي انا ما بقاش فيه كلام مكتوب، اللي حاجات بسيطه والايه؟ وبيتشرح عليها، لكن دلوقتي كل سلايد موجود فيها كلمه، الكلمه دي بتيجي في الامتحان. يعني الدرجه زي ما انت شايف هنا ايه؟ يعني ممكن يجي يقول لك حسب البرودكت ايه؟ مانوال، يعني شايف لدرجه اللي هو بيقول لك ايه؟ اللي انت ما تقدرش تحكم هنا على الاند والاور اللي حسب البرودكت مانوال، دي ممكن تيجي في الامتحان. ليه؟ لان مكتوبه في السلايد، يعني مكتوبه في الايه؟ في الاسئله. لان هو ماشي بمنهج الايه؟ اللي هو عاوز يطبق الكواليتي على الماتيريال بتاعته، يعني انا ما ينفعش اجيب حاجه من بره الماتيريال في الايه؟ في الامتحان. ده الطبيعي، اللي انا لازم كل حاجه انا ذكرتها في الامتحان او كتبتها في النوتس اللي موجوده في الكتاب، يعني خلي بالك السلايد دي بيبقى لها مجموعه من النوتس لو انت معاك البي دي اف. يعني النوتس دي بتبقى برضو مكتوب فيها حاجات ممكن تيجي في الامتحان، يعني مش مجرد السلايد بس. وده الكلام اللي احنا بنقوله في الشرح بتاعنا، يعني في الشرح بتاعنا احنا بنذكر كلام ممكن ما يكونش اصلا موجود في السلايد، بس موجود فين؟ موجود في النوتس اللي موجوده. يبقى انت هنا لما بتيجي تذاكر، لان فيما بعد لو ربنا كرم حد فيكم ان شاء الله وبدا اللي هو يدرس الايه؟ المنهج ده، لازم اللي هو يعرف الايه؟ كل تفصيله في المنهج، فهي مهمه، لان ايه؟ حته الامتحان بالذات هو ده الايه؟ هو ده الاساس. ليه؟ لان انت هتاخد سيرتيفيكت، هيبقى معاك حاجه، معاك باور، معاك شغل عملي، معاك كل حاجه، يبقى انت كده خلاص ايه؟ تقدر تحضر وتبريبير الاتش سي اي مرتاح. يعني الاتش سي اي بعد كده بالنسبه لك هترتاح. يعني انا دايما اقول للناس اللي بتذاكر الاتش سي بي بالتفصيل وبتعرف كل حاجه بتيجي في الاتش سي اي وترتاح. ليه؟ لان انت خلاص بتقفل فيتشرز موجوده في كل توبك. ايه الزياده اللي موجوده؟ هتهالي، بس انا عارف الايه؟ الحاجات الرئيسيه. يعني انا عارف الايه؟ الرئيسي، هات لي انت بقى الزيادات. الحاجات اللي هي الايه؟ الزيادات اللي موجوده عشان ابتدي اللي انا ايه؟ اذاكرها. بس التوبيك نفسه عدى عليا قبل كده، عارف اللي انا لما بتكلم على
الجزء اللي هو بتاع الترافيك بوليسي، انا عارف انا بتكلم عن ايه، عارف انا بتكلم عن ايه، بتكلم على البوليسي بيزد روت. اول لما بيظهر كلمه بوليسي بيزد روت بفتكر ان انا لغيت الراوتنج ايه تيبل واشتغلت على البوليسي ايه بيزد روت على طول، لغيت الايه الراوتنج تيبل وبصيت على مين، على الايه. طبعا الترافيك بوليسي نفس الكلام، ما انت بتبصش لايه الراوتنج انفورميشن، انت بتماتش وبتبعت بناء على الايه على البوليسي. كل الحاجات دي كنترول على الداتا، وما بتحتاجش ان انت تبص للراوتنج انفورميشن. يعني انت مش محتاج ان انت تبص للراوتنج ايه انفورميشن، كل كلامك او كل شغلك اللي انت لو ماتش هتغير بارامتر معين، البارامتر ده حسب الايه حسب السنه. يبقى انا بقول لك الماتيريالز، انا بعيد الكلام ده للمره، يعني ممكن انا كل مره بقولها لك، بقول لك الماتيريالز ممتاز فوق الممتاز المره دي. ليه؟ لان هو كل حاجه مسامح لحد يقول له انت ما ذكرتش الايه التوبيك ده، ما جبت سيره الايه، ما جبت سيره الاي في بي ان، ما جبت سيره الام بي مش لا ده انت جايب كل حاجه، مفيش حاجه ناقصاك على خلاف الايه زمان. ليه دلوقتي هو بيطور في الايه في الماتيريالز بتاعته، وده طبعا بيدي باور. يعني خلي بالك الماتيريال نفسها كل ما كانت كويسه بيدي باور للايه للسيرتيفيكت نفسها، حتى لو مفيش فيها عملي، يعني حتى لو العملي بسيط اللي هو بيجي مثلا كعملي يسألك في لابات في الامتحان، بس الماتيريال قوية. طول ما الماتيريال قوية خلاص يبقى انت كده ايه تقدر تحكم ان السيرتيفيكت دي اللي ياخدها يكون ايه يبقى فاهم. بس طبعا فاهم ماهوش يحفظ الايه الاسئلة ويدخل، لا يبقى فاهم اللي هو ايه اوريدي درس الايه الكلام ده. يبقى احنا هنا زي ما احنا شايفين ده في الايه المثال بتاعنا اللي هو بتاع الايه جزء الترافيك بوليسي، بتعمل كلاسز للايه للترافيك بتاعك ديبند على الماتشنج ايه تولز. برضو خلي بالك الماتشنج تولز موجوده معاك في كل حاجه، من ساعه لما كلمتك على الماتشنج تولز سواء كانت الاكسس ليست او الاي بي بيرفكس فهي موجوده معاك في كل شيء، موجوده معاك في كل حاجات الايه الروت كنترول، او في الجزء اللي هو بتاع الايه الجزء بتاعنا اللي هو بتاع الايه اللي هو الايه الداتا ايه كنترول، لا اما موجود في الروت كنترول او الداتا كنترول موجود معاك الماتشنج تولز موجود. ما ايه ما فيش كده مره بتلاقيني ما بستخدمش الايه الماتشنج تولز، دايما جمله اف ماتش موجوده معاك. يعني لو انت لاحظت موجوده معاك في كل حاجه اف ماتش، سواء في الايه في الروت بوليسي، اف ماتش في الايه في البوليسي بيزد، اف ماتش في الايه في الجزء اللي هو بتاع الترافيك ايه ترافيك بوليسي. طالما بتعدل بارامتر يبقى لازم يكون اف ماتش موجود، بتعدل بارامتر معين. لو انت هتعدل اتريبيوت في راوتنج انفورميشن، هتعدل نيكست هوب مثلا في ايه في سيرفيس باكت هتتبعت، يبقى انت محتاج الايه الاف ماتش، وبالتالي محتاج الماتشنج ايه الماتشنج تولز معك. اخر جزء معانا اللي هو يعتبر الاكسس ليست، ده الجزء الايه الاكسس ليست اللي انت محتاج تعمل ترافيك ايه فلتر. يعني انت هنا عملت ايه ترافيك بوليسي، المره دي انت هتعمل ترافيك ايه ترافيك فلتر. بوليسي يعني انت غيرت حاجه، فلتر يعني انت منعت حاجه، بوليسي يعني انت غيرت سياسه معينه بناء على مجموعه من القواعد، اما الفلتر اللي انت بتديناي حاجه معينه او بتمنعها. الفلتر المره دي مش على مستوى الايه، حد فاكر بقى فهم انا قصدي ايه الفلتر دلوقتي على مستوى الايه على مستوى الداتا، هنا الداتا بك الداتا الفلتر بتاع زمان اللي هو الفلتر ايه بوليسي كان بتاع مين الروت على الراوتنج على الراوتنج بروتوكول. تمام، يبقى احنا عاوزين نخرج فاهمين، يعني زي ما احنا اتفقنا قلنا الايه نربط الاحداث، ربط الاحداث اهم من الايه من الحدث نفسه اللي انت عارف هو بيذكر معاك الكلام ده ليه، لان هو كلمك قبل كده عن الكنترول بتاع الايه المسار. فدلوقتي لما تعرف اللي في عندك سيناريو في كنترول على ترافيك، يبقى انت هنا في بوليسي بيزد ايه روت، او في الجزء بتاع الترافيك ايه ترافيك بوليسي، او الجزء بتاع الترافيك فلتر في حاله لو انت هتعمل فلتر للايه للترافيك بعيد. يبقى تعالى كده بص معانا هنا بيقول لك الايه الباك جراوند، بيقول لك ان انت عندك عاوز تعمل ديسكارد للايه للانتراستد باكت، يعني في الكامبس اللي موجود قدامك في عندك ترافيك جاي ميليشس
او الترافيك ايه ان اوثورايزد او هيعمل اتاك على الايه النتورك بتاعك على السيرفرات، لان انت فاتح او عندك سيرفر ايه اريا او دي ام زي زون فيها الايه السيرفرات بتاعتك. فانت هنا طبعا محتاج اللي انت ايه تفلتر بعض الايه الترافيك سواء جايه من الاكسترا نت او جايه من الايه من الانترا نت. عندك حته انت عايز تعمل ريستريكت للايه للماتشوال ايه اكسس بتوين الديبارتمنتس، انت عارف اللي فيه ديبارتمنت مش عاوزه يكلم ديبارتمنت تاني، ففي الحاله دي انت عاوز تضيف ريستريكشنز او قواعد اللي هي زي ايه قيود على الترافيك. يبقى انت في الحاله دي ابسط حاجه انت ممكن تستخدمها اللي انت ايه تعمل ترافيك فلتر، اللي انت هتعمل ترافيك ايه ترافيك فلتر هنا فيما معناها اللي هي الاكسس ليست. يعني زي ما انت شايف هنا بقول لك الترافيك فلتر عندك هنا بيماتش مع الايه بتماتش مع الاكسس ليست. نفس الكلام كل حاجه كونسبت احنا اتكلمنا فيه بيماتش في ماتشنج تول، يعني ماتشنج تول مع البوليسي بيزد روت، ماتشنج تول مع الجزء اللي هو الترافيك بوليسي، ماتشنج تول مع الترافيك فلتر. طب ايه الماتشنج تول مع الترافيك فلتر؟ قال لك الاكسس ليست. ده الاكسس ليست اصلا دي احنا بنستخدمها من زمان وعارفين الاكسس ليست بتعمل ترافيك فلتر، ده الغرض الرئيسي بتاعها، وليها اغراض تانية اللي هي بتعمل ماتشنج زي ما انت شايف وبتعمل جروبنج للترافيك، ما ده غرض من ضمن الايه الاغراض اللي بتستخدم بقى في النات او في الروت ايه في الروت كنترول في حته الايه الترافيك كنترول. الكلام ده كله ما احنا عارفين اللي هي لها اغراض او بتستخدم في سيناريوهات كتير. يبقى عندك هنا الترافيك فلتر يا اما بيكون انباوند او اوت باوند زي مين؟ زي الترافيك بوليسي. زي مين؟ قال لك زي الايه؟ زي الترافيك بوليسي. طيب بيكلمك هنا بيقول لك مقارنة بالايه؟ بالام كيو سي او الترافيك بوليسي. المقارنة هنا في ايه؟ قال لك الماتشنج تولز هنا مختلفة. يعني عندك اي بي فيرجن 4 اكسس ليست، اي بي فيرجن 6، عندك ماك ادرس، عندك في لان، عندك البريسيدنس البرايورتي، موجود عندك مجموعة من الايه؟ من الماتشنج تقدر تتعامل معاها. وحتة الدايركشن انباوند او ايه؟ او اوت باوند. يبقى هنا الترافيك فلتر بينيبلد اونلي على الانترفيس. اما الام كيو سي بتقدر ايه؟ بتعملها انيبل على مالتيبل ايه؟ فيوز. يعني ايه مالتيبل فيوز؟ قال لك هنا في الترافيك بوليسي لو انت ملاحظ احنا عملناها على الايه؟ على ربطنا الترافيك بوليسي من خلال الايه؟ الفيو اللي هو بتاعنا اللي هو اليوزر اللي هو الايه؟ السيستم فيو. وبعد كده دخلنا على الانترفيس فيو اتعاملنا مع مين؟ مع على الايه؟ على الانترفيس سواء كان انباوند او ايه؟ او اوت باوند. بتتعامل مع اكتر من منظور. هتماتش مثلا اي بي فيجن 4 او مكات او فيلانات او برايورتي. اما الراجل ده منظور واحد من منظور الايه؟ الجزء اللي هو بتاع الانترفيس نفسه اللي هو الاي بي سواء كان اي بي فيجن 4 او اي بي فيجن ايه؟ فيجن 6. اديني مثال. قال لك المثال دلوقتي بيقول لك اللي انت عندك هنا عاوز تبلوك الترافيك اللي موجود من ديبارتمنت واحد لديبارتمنت ايه اتنين. في الحاله دي هتستخدم الايه الترافيك انباوند. يعني انت ممكن تعمل فلتر ايه انباوند او ايه او اوت باوند زي ما انت شايف وهو داخل عليك الترافيك. واتكلمنا قبل كده حد فاكر في الاكسس ليست على حته الانباوند امتى بطبق الايه الدنيا بتاعتي وانا انباوند وامتى اطبقها وانا اوت باوند. خلينا نسال برضو الايه السؤال ده، يعني امتى والترافيك داخل عليك تطبق الاكسس ليست بتاعتك وتكون نوعها ايه بالظبط، وامتى والترافيك خارج منك ايه تطبق انهي نوع من انواع بيزك ولا ادفانسد. الكلام ده احنا ذكرناه مع بعض في الاتش سي اي اللي فاكر ايه يقول دايما البيزك اكسس ليست اللي هي ديبندنج اون ذا سورس سورس فات. تمام دي اللي هي البيزك بتعتمد على الايه على السورس. ففي الحاله دي طبعا اللي انت ايه بالنسبه لك هل انت ممكن تخرجه من الاوت باوند يعني ما تتعاملش مع الايه مع الانباوند، لان لو اتعاملت انباوند يبقى انت بتمنعه من اي حاجه. بتمنعه من اي حاجه ازاي؟ يعني الراجل ده لو انت قلت خلينا برضو ايه نتكلم على الايه الجزء ده لو الراجل ده عاوز يخرج تمام اللي هو ايه انا بمنعه نهائي منين من الخروج. يعني بمنعه ايه نهائي. بس لو كان في ناس تانية موجودة معاه فين في نفس النتورك هو يقدر يكلمها. فانا في الحالة دي ممكن اقول له ايه وانت خارج يعني وانت في الاوت باوند لو السورس بتاعك كان كذا
يبقى انت ايه امنعه، لكن ما اقدرش اعمله انباوند لان انباوند همنعه خالص. طب بالنسبه للايه للادفانسد، قال لك من البدايه والترافيك جاي رايح من كذا لكذا، ما ترجعش تطلعه منين من هنا لهنا، تقوم رايح قايل له ايه بعد ما يخرج من الراوتر ويروح لحد ما يوصل للديستنيشن تقوم منعه؟ لا، يبقى انت من بدايه الترافيك خالص انت رايح من كذا لكذا منعه. ده الايه ده الادفانسد، او تعمل ابلاي على الانترفيس في انهي دايركشن بالظبط. فانا بقول لك في السيناريو ده اللي انت هنا ايه عاوز تمنع الترافيك الاوريجينيتد من دوارت واحد لدوارت كام؟ اتنين. قال لك لا، اما هتطبق وانت انباوند او في حاله الايه الاوت باوند، طبعا حسب السيناريو. وهنا لو انت عاوز تمنع تبلوك الترافيك من دوارت ايه تبلوك الايه الريتيرن كمان وهو راجع، ما انت في الحاله دي هتقدر ان انت ايه تفورورد الترافيك بس هو راجع، تمام؟ هتبتدي تعمل له ايه بلوك، يعني جاي من دبارت 2 لدبارت كام؟ واحد، يبقى انت هتعمل له ايه بلوك. تمام. ده ايه ده بالنسبه لي، ده الايه ده السيناريو. طبعا السيناريو ده بالنسبه لك هو سيناريو ايه، يعني هنا بيقول لك الترافيك لو اوريجينيتد من 2 لواحد هتعمل له بلوك، الترافيك هنا لو اوريجينيتد من 1 ل 2 هتعمل له ايه هتعمل له بلوك. يعني حته الايه الاوريجن بتاع الترافيك بتفرق معاك، لو هي اوريجن من 1 ل 2 هيتعمل لها بلوك. طب هنا من كام لكام؟ قال لك من 2 ل 1 هيتعمل لها ايه هيتعمل لها بلوك، سواء بقى كان حته الايه على الانباوند او الايه او الاوت باوند. طبعا هنا بيقول لك باي دايركشن، تمام؟ يعني هنا ايه حته اللي انت رايح انباوند وايه وانباوند، لو انت هتعمل ترافيك فلتر يبقى انت لازم تبص على الانباوند والايه والاوت باوند بتاعك. مثال على الكلام ده، ابسط حاجه هي الاكسس ليست اللي بتطبق عليه، والكلام ده احنا اخدناه في الاتش سي اي قبل كده، بس ايه هنا بيقول لك يعني بيجمعها مع التوبك بتاعك. يعني هو احنا ذكرنا حته الفلتر على مستوى الترافيك او على الجزء بقى بتاع الايه التحكم في الترافيك بتاعك يمشي منين، وبيقول لك برضو من ضمن الحاجات اللي بتتحكم في الترافيك هو مين؟ قال لك الترافيك فلتر. لو انت جيت هنا عملت اكسس ليست على الراوتر ار تي اي، طبعا ده حسب السيناريو، ما اقدرش اقول لك اعمل بالطريقه الفلانيه، انت تكونفيجر، انت عارف انت هتعمل كونفيجريشن ازاي. يعني هو الراجل هنا عمل ايه؟ عمل ادفانسد اكسس ليست، بتعمل ديناي لمين؟ للناس اللي هم ايه السورس 10 1 2 0، يعني الناس دي، وهي راحه لمين؟ لكام؟ قال لك للديستنيشن بتاعها اللي هو 3 كام؟ 3 0. طبعا هو كاتب الكونفيجريشن مقلوب، يعني المفروض دي تعكس مع دي. فهنا الفكره ايه؟ اللي انت بتمنع الناس دي بالايه؟ لو هو رايح بالسورس ده للديستنيشن ده هيمنعه، بس الناس الثانيه عادي، يعني لو في ترافيك جاي من اي مكان لاي مكان تاني غير دول هيتعمل له ايه؟ هيتعمل له بيرمت. هتيجي على الانترفيس اللي هو كام؟ اللي هو جيجا 0 على 0 على كام؟ على 2، تمام؟ وتقول ايه بقى؟ الترافيك وهو اوت باوند، الترافيك وهو ايه؟ وهو اوت باوند، تمام؟ هتطبق مين؟ الاكسس ليست اللي هي كام؟ اللي هي 3 3. يعني هو خارج من ايه؟ من الانترفيس ده هتطبقه. ممكن واحد يقول لك ايه؟ الترافيك وهو ايه؟ وهو داخل على جيجا 0 على 0 على 1 حسب الدايركشن. فهنا بيقول لك هل في اوبشنز ثانيه ممكن تعمل لها كونفيجريشن على الانترفيس؟ قال لك عادي، ما انت ممكن تيجي هنا وهو ايه وهو انباوند عادي على الايه على الانترفيس ده. هنا دكتور بالنسبه للدايركشن اوت باوند هنا، يعني بعد عمليه الراوتينج، يعني بعد ما طلعت هنا، يعني هي المفروض جت على جيجا 0 على 0 على 1 واتعمل لها توجيه فين؟ على جيجا 0 على 0 على كام؟ على 2، ده الديستنيشن. مجرد لما بتيجي هنا بيبص على الايه على الترافيك، ما بيعملهاش ايه فورورد، بيبتدي اللي هو يعمل لها ايه دينار. طبعا هنا بيبص على الداتا، ما بيبصش على الراوتنج انفورميشن. انت كده كده مسموح لك اللي انت تروح لمين؟ لديبارتمنت 3، بس في الحاله دي هو بص على الداتا نفسها، هل مسموح لها ولا مش مسموح لها اللي هي ايه اللي هي تعدي الباكت نفسها. يبقى كل كلامنا هنا عن الترافيك، كلامنا عن الايه عن الترافيك اللي هو السيرفيس باكتس الايه اللي موجود عندك. هنا برضو بيقول لك على الايه في على الار تي اي بالنسبه لك هتيجي ايه، قال لك هبتدي اعمل الايه الكلام اللي هو بتاع مين الجزء ده برضو، بس من خلال استخدام الايه
اللي هو الترافيك ايه، الترافيك بوليسي. تمام، احنا عملنا الجزء ده باستخدام الترافيك ايه فلتر. فقال لك لو انت هتعمله باستخدام الترافيك ايه الترافيك بوليسي، هتيجي على الراوتر برضو هتلاقي نفس الايه نفس الفكره، هتيجي تماتش مع الايه مع الادفانسد اكسس ليست اللي انت عملتها، وهتعمل ترافيك ايه كلاسيفاير، هتقول له اف ماتش مع مين، مع ال 3000 البيفر بتاعك هيكون دينار. نفس الايه نفس الفكر، وهتيجي تعمل ترافيك ايه ترافيك بوليسي، هتربط بيها الكلاسيفاير اللي هو 2 مع الكلاسيفاير 2 كام 3 في البيفر، وتيجي على الانترفيس برضو وتابلاي الكلام ده على الايه على الانباوند. هما الاثنين نفس الايه نفس الكونسبت، بس اختلاف الايه التولز. يبقى هنا بيقول لك لو انت هتستخدم هتفلتر الباكتس بتاعتك بيزد على الاكسس ليست، يبقى الاكسس ليست بتاعتك يا اما هتبرمت يا اما هتعمل ديناي. بس حاله الاكسس ليست هنا بتختلف عن الاكسس ليست الاولى. حد يعرف يقول لنا اختلاف الاكسس ليست اللي موجوده هنا اللي هو في الجزء الايه الاولاني هنا، وظيفه الاكسس ليست هنا كانت تعمل ايه؟ هتعمل ديناي ولا تعمل ولا تعمل ماتش؟ وظيفتها ايه؟ هنا بدناي بدناي هتعمل ديناي. وظيفتها هنا مش ماتشنج تو، وظيفتها هنا بخلي بالك وظيفتها هنا مش ايه مش ماتشنج تو. طب وظيفتها هنا وظيفتها هنا اللي هي ماتشنج تو، لان هناك كانت ديناي. يعني لو انت شايف كده الرول هنا كانت ايه ديناي بتمنع، اما الرول هنا كانت ايه قال لك كانت عباره عن ايه عن بيرمت يعني بتماتش. ده اختلاف الايه وظيفه الايه الاكسس ليست، عشان ده ممكن سؤال يجي في الامتحان. وظيفه الاكسس ليست في الايه في الجزء بتاع الترافيك فلتر بتختلف عن وظيفه الاكسس ليست في الايه في الجزء اللي هو بتاع الايه الترافيك بوليسي. الحته بقى الايه المهمه، بقول لك ايه الفرق ما بين اللوكال اللي هو البوليسي بيزد روت والانترفيس بوليسي بيزد روت، ايه الفرق ما بينهم؟ حد يقول لنا كده من الناس اللي ما جاوبتش قبل كده، حد يتفاعل معانا كده وايه ويقول طيب اللوكال هنا اللي هي بنفيذ بتطبيق على مستوى الاوريجينيتد على الايه على الديفايس. طب الانترفيس هنا على البير انترفيس، قال لك على الانترفيس بقى تمام، على الانترفيس نفسه مفيش بقى انباوند ولا ايه ولا اوت باوند، على الانترفيس. طيب السؤال الثاني بيقول لك الام كيو سي بتستخدم الترافيك الفلتر ايه ترافيك او الترافيك فلتر، ايه الفرق ما بين الاكسس ليست اللي موجوده في الترافيك كلاسيفاير واللي موجوده في الترافيك فلتر؟ احنا لسه قايلين ايه الفرق، واحده فيهم بتعمل ماتش بتعمل ماتش الثانيه بتعمل ماتش تمام، اللي هو الاولى بتعمل ديناي اللي هي بتمنع بتاخد الاكشن بتاع الايه الترافيك اللي هو الترافيك فلتر بتاخد الاكشن.